لو ألقت الدنيا عليك 1000 سهم وسهم، سيتحملها ظهر والدك عنك، وسيكون لك حصنا من متقلبات الزمن وغيوم ذلك. لو بكيت أنت سينزل الدمع من عينيه هو، ولو جرحت سينزل منه هو الدماء، لأن الوالد هو الذي يرعى ويحوط، هو الذي يربي ويوجه. سلوا اليتامى الذين فقدوا آباءهم كم من بأس لقوه، وكم من انتقاص من الناس وجدوه. الطفل بلا والد كالزرع بلا ماء، وكالبيت بلا سقف. إذا كان مع والده في مجلس يتكلم ويسمع صوته ويصبح فكاهة المجلس، وإذا صلى في المسجد مع أبيه يصلي بجانبه، أما إن فقد أباه يصلي في أواخر الصفوف. لا تتأفف من أبيك، فأكثر قراراته صائبة وأكثر قراراتك خاطئة. أعرف أن كثيرا من الأبناء يضجر من قرارات والده، يأمرك بما تكره وينهاك عما تحب. إن لم تعقه وتواجهه بالسوء يضيق صدرك بصنع أبيك وبقراراته. لكن متى تكتشف حقيقة والدك؟ عندما تكبر. كلما تكبر كلما تقترب من عقلية والدك وتعلم أنه كان على حق، تعلم أنك كنت تدمر وهو يرمم من ورائك، أنك كنت تسعر النار في نفسك فيأتي هو ليطفئها ويبعدك عنها. كان يقف بينك وبين دمار نفسك. لو تركك لنفسك أقسم بالله لما وصلت إلى ما أنت عليه الآن. وعندما تكبر وتصبح والدا ولك أبناء تعرف قدر أبيك، وتتمنى أن يعود بك الزمان حتى تقبل يده وقدمه على كل أمر أمرك به وعلى كل ما فعله معك. لا يمكن في هذه الدنيا أن تجد أحدا يخاف عليك ويتمنى لك السعادة كأبيك، يأخذ من قوته ليطعمك، ومن قوته لتقوى، ومن عافيته لتصح، يموت لتحيا. والله لو خير بين حياته وحياتك سيختار الحياة لك. لا تصدق أبدا المثل القائل إن جاءك الطوفان ضع ولدك تحت قدميك، مثل كاذب. لا يوجد والد يضع ابنه تحت قدميه أبدا. هل وضع نوح ولده تحت قدميه لما جاءه الطوفان؟ نوح نبي الله جاءه الطوفان لم يتذكر زوجته، ولكن في هيجان الأمواج لم ينسى ولده. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. انظر واستشعر حنان نوح على ولده مع أن ولده كافر، واستشعر تجبر ولده عليه، يرد عليه الولد بعتو وتجبر. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، ولد مغفل. وأبوه يرد عليه قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. مع أن الله عز وجل نجى نوح ورفع ذكره وشأنه، لكن لم ينسى ولده ويحزن عليه ويبكي ويناجي ربه فيه. هكذا أبوك معك، تحوط بك أمواج الحياة من كل جانب وهو يراها ويعلم المخاطر التي تحيط بك ويستصرخ عليك يا بني اركب معي. فكن عاقلا على خطى أبيك واركب معه في سفينته تكن من الناجين. شكرا على المتابعة، لا تنسوا دعم المقطع بلايك، والسلام عليكم.